بحر دم ما انتهاش لسنين بسبب ألم على وش محمد منصور، ويبدأ بعدها الخط في إجرامه اللي مش بيخلص، خط السعيد في بيت الجريمة والغموض. سنة 42 في درونك أسيوط، قامت خناقة كبيرة بين محمدين ومحمد منصور، شباب سنهم كان تقريبا 20 و22 سنة. محمد منصور كان بيصطاد سمك بيسترزق، هو ده اللي بيطلع منه فلوس عشان يصرف على بيته. راح جه ابن شيخ الغفر ولعب في السمك بتاع منصور، راح منصور بهدله وشخط فيه ومسح بيه البلاط. راح محمدين طلع على ابوه شيخ الغفر وحكاله كل اللي حصل. طبعا شيخ الغفر مش هيسكت، ازاي حد يزعق لابنه؟ راح طلع على محمد منصور وهزقه واداله حتة قلم على وشه، وكان هو القلم. محمد منصور بعد القلم ده قرر انه لازم ينتقم منه، خصوصا ان وقتها كان عنده 22 سنة بس كان متجوز رشيدة ومخلف منها ولد اسمه هاشم، يعني كان شايل مسؤولية بيت وعيال. المهم الدم ضرب في دماغ منصور وقرر انه لازم يقتل محمدين ابن شيخ الغفر اللي جه عشان يدافع عنه، وراح ضربه بالرصاص وموته. طبعا شيخ الغفر لما منصور قتل ابنه كان لازم ياخد بطاره، وده كان الطبيعي اصلا وقتها في الصعيد، بس هو قرر ياخد بالطار من عم منصور اللي هو اصلا ملهوش دعوة بالقصة، ده على اعتبار انه كبرهم. وفعلا راح قتله عمه. منصور لما لقى عمه اتقتل قال مش هيكفيني فيكو عيلتكو كلها، وخلال شهر كان قاتل 9 من عيلة شيخ الغفر. وطبعا شيخ الغفر قتله 7 برضو، ما هو مش هيسكت. وتحول منصور وقتها من واد غلبان بيصطاد عشان يسترزق لشيخ منصر وبيقتل وبكل سهولة. بعدها منصور هارب على جبل بخيت في أسيوط، وطبعا طار يعني كل قتيل عنده لازم ياخد بطاره، وسبعة من عيلة منصور ماتوا، يعني كل واحد عنده عيل عايز ياخد حق اللي مات عنده. وبقى منصور زعيم لشباب عيلته اللي كلهم بقوا مطاريد في الجبل. وطبعا كل شباب العيلة بقوا وقتها من غير شغل لان كلهم مطلوبين وعليهم احكام، وطبعا كل واحد منهم عنده بيت مفتوح وعنده 6 وعيال لازم يصرفوا عليهم. فقرروا انهم يفرضوا اتوات على اعيان البلد، وكانت نص جنيه على الفدان في الشهر، وتبقى الارض والبيت والعيلة في حماية منصور الخط. وطبعا الكل لازم يوافق، ما هو اللي مش هيوافق هيكون عقابه، الارض تتحرق ويسموا البهايم وممكن يقتلوه هو واهله كلهم عادي خالص. منصور كان ليه كلمة والكل كان بيهابه ويخاف منه، ومن كتر ما قتل ناس كتير في وقت قصير افراد عصابات الليل كانت بتنضم ليه وتكون تابعة ليه، وكمان كل الهربانين من احكامه قطاع الطرق كانوا بينضموا ليه. وطبعا كل زعيم عصابة عنده واحد بيساعده دايما معاه، ايده اليمين احمد جابر اللي اخته نفيسة كان عايز يتجوزها الشيخ عواد صالح زعيم عصابة كبير، وبرده كان السبب انه راح على الجبل ان كان عنده طار في عيلته وقتل عدد كبير من ولاد عمه، وبعدها طلع على الجبل. المهم عواد صالح اتجوز نفيسة، وبكده بقت عصابة الخط والشيخ عواد صالح بقت مصلحتهم واحدة، وبقوا متعاونين في كل حاجة وكبروا العصابة بتاعتهم. الشيخ عواد كان يفكر ويرتب ويخطط والخط كان ينفذ، اصل الشيخ عواد ده كان عاقل ورزين قوي، وبقوا اكبر عصابة موجودة وكان مش بيهمهم حد، لدرجة ان في واحد قال لمندوب الخط انا مش هدفع القتاوة. الخط نزل بنفسه من الجبل قتلوا هو ومراته وعياله الخمسة، وطبعا محدش كان يقدر يبلغ عنه ولا عن مكانه، لان اي حد كان بيجيب سيرته هو او رجالته كان بيتقتل وبسرعة وبدون اي تفكير. الكل كان بيخاف منه ومن رجالته، ما هو كان عندهم سلاح بالكوم، لان السلاح كان بيجي من مخلفات الحرب العالمية التانية، لان الالمان سابوا وراهم اكوام من السلاح بعد ما انهزموا من الانجليز. ما هو كان السلاح كومة الرصاص بخمس قروش، والبندقية اقل من 2 جنيه، والقنبلة كانت بمليم، يعني كان السلاح ارخص من الاكل وقتها. وطبعا ده خلى الخط وعصابته معاهم سلاح احدث من سلاح الحكومة نفسه، ومن كتر القتل اللي حصل وفرض الاتاوات اللي انتشر والرعب اللي كان مسيطر على المنطقة كلها من عصابة الخط، كل ده سمع في الحكومة، واللواء اسماعيل ابو السعود مأمور مركز اسيوط قرر انه اول قرار يعمله
انه يوقف الاتاوات اللي بيلموها لانها مصدر الدخل الاساسي ليهم، لان وصل حجم الاتاوات بتاعت عصابة الخط وقتها ل5000 جنيه في السنة، وده طبعا رقم كبير جدا، ده غير المصالح التانية اللي كانت بتطلع لهم. وراح قايل لكل الاعيان محدش يدفع اتاوات تاني، وانا هحملكوا ارضكوا وعيالكوا ومن غير ولا مليم، وحط رجالته في كل حتة في البلد. وطبعا كده منصور معرفش يبعت رجالته عشان يلموا الاتاوات، بس لانه كان شراني والناس بتترعب منه كان الاعيان نفسهم بيهربوا الاتاوات عشان يوصلوها لمنصور وعصابته علشان يتقوا شره. طبعا الكلام ده وصل للواء اسماعيل، وعرف اللي بيحصل، اتضايق جدا وقال لهم بعد كل اللي بعمله عشانكوا ده وبحافظ على فلوسكوا وارضكوا وبرضو انتوا اللي بتهربوا له الفلوس، وقرر انه هيراقب الاعيان نفسهم ويشوف بيودوا الفلوس فين ويقبض على الخط. طبعا اللواء اسماعيل قفل الدنيا على الخط، وده اثر على الفلوس اللي كان بيلمها لانها كانت المصدر الاساسي لدخل العصابه، والخط بدات هيبته تتهز وبدا يخسر كتير، مش بس فلوس لا كمان هيبته اللي عملها برعب الناس، فقرر انه يقتل المأمور. طبعا الشيخ عواد لما سمع كده قال له انت اتجننت ولا ايه؟ تقتل المأمور؟ انت عايز الحكومة تقلب علينا؟ احنا مش قدهم، احنا نقتل اي واحد من الاعيان وده هيكون كارت ارهاب ليهم وهيخافوا ويرجعوا يتصرفوا ويبعتوا لنا الاتاوات. لكن منصور كان مصمم انه هيقتل المأمور. قام الشيخ عواد لمم حاجته واخد مراته نفيسة ورجع بلده وقعد في حماية شيخ الغفر. قام الخط لمم عصابته وهجم على المأمور ورجالته وضربوهم كلهم بالرصاص، بس المأمور ما ماتش، بس كان اخد 4 رصاصات. طبعا الحركة دي قلبت الدنيا، الحكومة كلها اتقلبت، لدرجة ان اسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء وقتها ووزير الداخلية في نفس الوقت اتحرج جدا من اللي حصل، لانه كان راجل شديد جدا وكان بيقعد يقبض على المعارضة والصحفيين بحجة الامن، قم يجي عيل من الصعيد يقتل في رجالته، فكان شكله وحش جدا جدا. راح اسماعيل باشا مكلم عزيز باشا أباظة مدير امن اسيوط، قال له انت لازم تجيب الخط باي طريقة. راح عزيز باشا أباظة كلم ملازم اول محمد سعيد هلال، وده كان اشطر ظابط عنده، وقال له الخط مهمتك لازم تجيبه، وعملوا كمان مكافأة 1000 جنيه للي يدل على مكان الخط او يسلمه، وده طبعا عشان يشجعوا الشعب ان هم يساعدوهم. الظابط هلال كان عارف ان الخط مش سهل، وكون فريق من 60 راجل من اشطر رجالة الداخلية وسماهم فريق الموت، ما هو عارف مش بيتعامل مع اي حد وانهم ممكن يموتوا في اي لحظة، وكان اهم حاجة في الخطة هي السرية عشان يقبضوا على الخط بسرعة. لكن ما كملش 36 ساعة والخط كان بعت له مرسال وقال له الضابط هلال استشهد على نفسك وولدك وعيلتك الخط، يعني اتكشف هو شخصيا. راح عزيز باشا مكلم قيادات الجيش عشان يكونوا معاهم، وخصصوا 1000 عسكري من الجيش عشان معركة الخط، وجابوا دبابات ومدافع كل حاجة، المهم الخط يقع. ده فضح الداخلية، فرقة الموت بقى سيطرت على كل الأراضي وبوابير المية اللي في المنطقة، لدرجة ان الأعيان المرة دي فعلا خافوا يتعاملوا مع الخط وخافوا يبعتوله حاجة، لان المرة دي الحكومة مش بتهزر، لدرجة ان شيخ الغفر نفسه اللي كان بيحمي عواد قتله علشان يكسب ثقة الحكومة. الخط لما عرف ان عواد اتقتل عرف ان اخرته خلاص قربت، هرب من اسيوط كلها وما بقاش حد عارف له مكان. الضابط هلال قلب عليه الصعيد كله معرفش يوصل، بس عزيز أباظة مسكتش، لان الملك فاروق في الوقت ده جابه واتريق عليه لانه مش عارف يجيب الخط. راح بعت للضابط هلال وقال له اخر فرصة ليك، لازم تجيب لي الخط باي طريقة، شوف هتجيبه ازاي. الضابط هلال بعد ما فكر قال اشوف الستات اللي تبعه وهم اللي هيجيبوا لي قراره. الخط كان في حياته 3 ستات، امه ومراته وعشيقته. الضابط هلال قال يبدأ بعشيقته، بنت مش مظبوطه وممكن تسلمه عشان الفلوس. راح سألها هيا سميرة فين الخط؟ قالت له الخط مين يا باشا؟ معرفش حد بالاسم ده، يجيبها يمين يجيبها شمال وهي تقول له معرفش حد، ما طبعا بتحبه وبيصرف عليها هتفتن عليه ازاي.
راح فكر في رشيدة مراته، وخصوصا ان بعد التحريات عرف انه اتجوزها وهي عندها 9 سنين وجاب منها هاشم ومفيش 3 سنين وسابها هي وابنها لامه الخلفة ده، وهي ست جديدة، وهو طلع على الجبل وعمل عصابته وما كانش بيسأل عنهم بالشهور ولا حتى بيبعت لهم فلوس. فطبعا هي مش طايقة، لدرجة ان الضابط لما سألها هو فين قالت له يا باشا انا لو معايا حق السم كنت سميته هو وامه، انا معرفلوش طريق. وامه كمان قالت نفس الكلام ان هي ما تعرفش عنه حاجه. كده الستات معرفوش يطلعوا منهم بحاجه، والخط مش يعقل كده ويهدى، لا ده كان مكمل وبيقتل ضباط، لدرجه ان المخابرات البريطانيه بدات تدور عليه هي كمان، وكانوا بيساعدوا الحكومه المصريه. وبعد 8 شهور من التدوير على الخط جالهم خبر ان الخط في منفلوط عند وابور ميه متحوط باراضي مزروعه ذره، لدرجة ان المنطقة دي اتسمت البحر الاخضر لان اللي بيدخل فيها مش بيخرج، ولو عرفت توصل لوابور المية هيكون الخط ورجالته محوطين المكان بالسلاح، لدرجة ان العمدة بتاع منفلوط نفسه هو اللي كان مخبي الخط من كتر ما كان بيخاف منه. الضابط هلال كلم اللواء عبد الحق رفاعي مأمور اسم منفلوط، قال له ما قدمناش غير العمدة يا اما مش هنعرف نجيبه نهائي. قاموا رايحين للعمدة وسألوا على الخط، قال لهم معرفش حاجة عنه، جيبوه كده يجيبوه كده يقول لهم معرفش. راح مأمور اسم منفلوط قال ما بدهاش بقى، احنا هنفتح محضر وهنطلب فيه عزل العمدة حمدي خليفة وتحويله للمحاكمة. العمدة راح قال له استنى بس، هو انت تقصد الخط اللي هو محمد منصور الخط؟ قال له اه هو ده اللي اقصده. قال له لا 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 ما تقلقش انا هسلمه لك. راح المأمور قال له انت متأكد؟ هتعملها ازاي دي يا حاج حمدي؟ قال له هنجيب له عيل وادخله له في الدرة واخليه يخطفه ويطلب من اهله 200 جنيه وساعة التنفيذ تيجوا وتقبضوا عليه. وفعلا تمت الخطة، والساعة 6 الصبح وقت التسليم الحكومة حوطت المكان، وفعلا خرج رجلين من جوه الدرة، بس المصيبة ان مفيش ولا ضابط يعرف شكل الخطة اساسا، لولا ان العمدة اول ما شافه راح قال للضابط هلال هو ده الخط، لولا كده ما كانش اتمسك اصلا. وراح الضابط مدي اشارة واتفتحت النار على الخط وصاحبه، 60 بندقية كانت بتضرب فيه. بس استنوا، هو مش ممكن العمدة يكون اشتغلهم وده مش الخط اصلا وهم اساسا ما يعرفوش شكله؟ فكر الضابط هلال وراحوا بعتين لامه فضة ووروها جثته وقالوا لها ده ابنك؟ راحت قالت لهم مين ده يا بيه، ده لا ابني ولا عرف. الضباط من كتر الصدمة تنحوا. بعد ده كله 8 شهور وخطط وفي الاخر مش هو، لا ابعتوا جيبوا رشيدة هي اللي هتجيب التايهة. رشيدة اول ما شافته راحت مصوتة هو ده الخط يا باشا، قعدت تصوت وتقول له هو ده الخط، وبدأ يسألها يقول لها انت متأكدة ان ده الخط؟ تقول له ايوه هو ده. طبعا الضباط مش مصدقين، اخيرا قتلوا الخط اللي مدوخهم بقاله شهور. وبدأ يسألها تاني متأكدة يا رشيدة ان ده الخط؟ تقول لهم ايوه. في الاخر خالص ام فضة لما لقيتهم اتأكدوا قعدت تصوت وتقول يا ازرق العينين يا كيد الحكومة يا محمد. الغريب انها لما شافت جثته في الاول ما تخضتش، ام الخط بقى وقادرة تعملها. ومات الخط اخيرا وهو عنده 28 سنة، وبعد كل السرقة والقتل اللي عملها دي ما لقوش معاه غير 60 قرش ومصحف عليه صورته وحجابين وصورة الواحدة ستة اصلا ما يعرفوش هي مين، وغموض وجرائم كتير في بيت الجريمة والغموض.